ميرسي قوي يا سيف. كمل بقى جميلك ووصل سلمى في طريقة. لا لا مش محتاجة أي حد يوصلني، أنا هاخد أوبر. أوبر إيه؟ بطلي مهنة بقى. تصبحوا على خير يا نهى. تصبحوا على خير. ليه يو؟ امشي بقى. أيوة طبعًا. هبعت لك كل التفاصيل في مسج. وقولي لأحمد وشيرين كمان يمكن يحبوا ييجوا. مش معزوم ولا إيه؟ أوكي. هستناكم. يلا باي. على فكرة ليه زعلان أوي؟ ما عزمتوش ليه؟ أنا عارفة إن أنت ما بتحبش الحاجات دي أصلاً. مين قالك إن أنا ما بحبش الحاجات دي أصلاً؟ ده أنا ابن السيمينار. طب خلاص تعالى. لا عزومة مرجمية أوي، خلاص تعالى. كلميني تعزميني في تليفون. لا يا أحمد وشيرين وكل التقل ده. خلاص حاضر هكلمك. على فكرة مش عشاني بس مش خاطر الطفل اليتيم اللي ورا ده. مش السيمينار ده بيبقى فيه دراي فود؟ فيه دراي فود. أول ما اتخرجت من الجامعة جات لي فرصة شغل كويسة جدا في شركة أنا كان نفسي إن أنا أشتغل فيها. كنت متحمسة للحياة قوي وقتها، كنت قوية وشاطرة جدا، طلعت الأولى على دفعتي في اقتصاد. في يوم لاحظت إن أنا عندي صداع وحش جدا. فقلت طيب أنا هروح حل، وأنا خايفة من إيه يعني؟ أنا بنت عندي 21 سنة، هيبقى إيه؟ هتبقى إيه المشكلة؟ بعد ما الدكاترة حللوا اكتشفوا إن أنا عندي ورم في المخ. وإن أنا عندي سرطان. طبعا في اللحظه دي انهارت جدا وحياتي كلها اتشقلبت. عشان انا كمان كنت عايزه اعيش اكتر، انا كمان كنت عايزه افرح تاني وازعل تاني واحب تاني، والحمد لله ربنا اداني الايام دي. ثانك يو، ميرسي جدا ان انتوا جيتوا. ايه الاخبار؟ 012؟ ميرسي. باي باي. انبسطت؟ ايه الحلاوه دي؟ انا حاسس ان انا متلخبط، انا خايف لا يكون موضوع مروان ده كبران في دماغي انا بس، بكون فعلا باذي اللي حواليا من غير ما اقصد. لا انا مش شايفه كده خالص، على حسب كلامك يعني. يعني انت مطلوب منك في شغلك انك تروح تمسك واحد ارهابي بيقتل في الناس وبيتم عيالهم، فطبيعي جدا ان انت تبقى حاسس كده، ما انت بني ادم. بس يعني ما تلغيش عقلك برضه. انا صابر شايف زيك كده. صابر صاحبك من زمان ويعرفك كويس قوي. وعلى فكره انتوا الاثنين عايزين توصلوا لنفس الحاجه، بس هو بيحاول يوصل بطريقته وانت عايز توصل باي طريقه. عشان انت فايتر. اهدى بس، اهدى شويه. انا اللي فايتر برضو. ده انت 60 فايتر. يعني واحده يجي لها مرض زي ده، ده اسم لوحده يخوف. وتقوم منها ما شاء الله وتقف على رجليها كده. أقولك على حاجة، أنت 100 راجل فايتر بجد. هستأذنك بس أروح فايتر وأرجع لك عشان أشرب مية كتير قوي. عيب قوي يعني لما تشوف نمرتي وما تردش. عيب قوي يعني لما تشوف نمرتي وما تردش. وبعدين ما انت ما وراكش حاجه اهو، ماشي في الشارع ما بتعملش اي حاجه خالص، انت جاي تشقط ولا ايه؟ الو؟ هو انت فين؟ ما تقعدش بقى بص حواليك كده، ده الحراميه هتكشفنا. وبعدين مش تيجي متنكر؟ تلبس بالطو، شيل جرنان، هتكشفني والله. فوق فوق قول يا رب. ايوه شمالك بقى. أو عرفت المكان ده ازاي؟ انت قاطرني يا سيف؟ ما انا كلمتك ما بتردش عليا. انت بتراقب الراجل من ورايا يا سيف؟
احنا مش اتفقنا ما تصرفش من دماغك يا صابر؟ انا شغال معاك مش ضدك، انا وانت فريق واحد. انا مش فاهم، لو مروان ظهر دلوقتي انت كنت ناوي تعمل ايه يعني؟ اكيد كنت هكلمك طبعا. طب اطلع 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 بس، تعال اشرب قهوه، عندي بن عالمي. لا خليك انت بقى مع قهوتك وقعد راقب للصبح ما تشوف انت ناوي تعمل ايه. طب قول لي طب اعمل ايه؟ طيب اجي لك على ايه؟ اجي لك على عربيه المراقبه؟ اقفل دلوقتي يا سيف، شويه هاجي لك انا. اقفل دلوقتي. اوكي سلام. ايه الاخبار يا حسن؟ تمام سعادتك، الكاميرات كلها في اماكنها. الكاميرا دي اللي هي عند شارع شامبليون، ودي اللي جايبه عماره الشروق من ناحيه المحل اللي هي اللي عند القهوه ده، ودي من الناحيه الثانيه. حلو قوي. طب قهوه المره دي صاحب الباشا؟ لا لا كفايه قهوه. انا هاخد لفه كده في المنطقه، لو عايز اي حاجه كلمني على الجهاز. تمام سعد. لما كان بيعاكس صاحبة الراجل. مش فاكر بقى انتوا الاتنين سووا يا بعض. وفاكر في العودة للكلية؟ عودة طين لما النقيب أشرف خدنا عند عم جودة. كان امتى الكلام ده؟ كان خاطب نقف في رابعة باين؟ تالتة. تالتة صح. يا الله يرحمك يا عمرو. الله يرحمك. صفصفت عليا أنا وأنت يا كينج. بس باين انك ناوي تخلد فيها لوحدك يعني. انبر بقى عشان اخد لي طلقه في دماغي انا كمان. يا سيدي بعد الشر عنك يعني، بس انت ناوي تجيب اجل اللي بتعمله ده يا سيدي؟ لا ولسه استنى. امسك دي. ايه ده؟ عصفوره بقى احسن من اللي معاك مليون مره. دي بقى يا سيدي تشتغل في الميه، تشتغل في الرمله، فله جي بي اس عالمي. دي؟ دي. اتفضل يا فندم. شكرا يا هشام. العفو يا فندم. هشام. نعم يا فندم.